مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة خاصة حول الأجواء المتوقعة خلال فترة العيد، وأيضا راح تكون الأجواء تقريبا في معظم فترة العيد أو أول أيام العيد أجواء أمطار متفرقة بشكل متفاوت الشدة، وأيضا هناك نشاط في الرياح وإثارة الغبار والأتربة. أما الخرائط الجوية التي تمثل الهطول، فنلاحظ أن هناك هطولات متفرقة في المناطق الجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى وأقصى المناطق الشمالية أيضا من المملكة، لكن بتكون الهطولات في منطقة الرياض وجنوب الرياض أيضا أحيانا بتكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، وبالتالي يوم الأربعاء ممكن يصير بعض الهطول المتفرق، لكن تخف شدة الهطولات بشكل واضح يوم الأربعاء، ويقتصر على حدوث أمطار متفرقة تقريبا في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا تقريبا في معظم مناطق المملكة، وتقريبا خلال أيام فترة العيد باستثناء المناطق الشمالية تتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى. أما الخرائط التي تمثل سرعة الرياح، فنلاحظ أن هناك نشاط في الرياح في المناطق الشمالية يمتد تدريجيا إلى بعض المناطق الوسطى، وهذا نشاط الرياح يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، ويزداد في أيضا يوم الثلاثاء ليلا في معظم مناطق المملكة، وأيضا يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة تقريبا في معظم المناطق، لكن اعتبارا يوم الأربعاء إن شاء الله يتحسن، تخف سرعة الرياح ويتحسن مدى الرؤية الأفقية تدريجيا في تقريبا معظم مناطق المملكة. أما الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال فترة تحري هلال شهر شوال، فبنلاحظ أن اللون الأحمر هذا تقريبا يمثل ظروف جوية غير مناسبة للتحري، بسبب هناك غيوم، هناك بعض أمطار، هناك إثارة الغبار والأتربة، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. أما اللون الأصفر اللي يمثل في المناطق الشمالية تقريبا، اللون الأحمر يغطي تقريبا معظم مناطق المنطقة الوسطى والرياض، وأيضا أجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية. أما اللون الأصفر في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، لكن الظروف الجوية بتكون باللون الموجود أو المشار إليها باللون الأصفر، بتكون ظروف جوية ليست مثالية للتحري. أما الظروف الجوية الممتازة للتحري فهي المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير.